بنبدأ حلقتنا بفقرة الأخبار وأخبار النادي الأهلي. الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي هيقعد جلسة مع رمضان صبحي لاعب الفريق والمعار من نادي هيدرزفيلد الإنجليزي بعد مباراة شبيبة الثورة الجزائرية عشان يتكلم معاه ويطلب منه تركيز ويلعب بشكل جماعي ويكون مفيد أكتر للفريق، لأن تقرير لاسارتي المدير الفني للفريق المرفوع لمجلس الإدارة طلب عدم التعاقد مع رمضان صبحي نهائيا لانه شايف انه غير مفيد حاليا. طيب انا عايز اقول حاجه، ان رمضان صبحي عشان ما نحملوش فوق طاقته، رمضان صبحي لعيب كبير جدا جدا جدا، موهبه، يعني مش مجرد لعيب، لا ده موهبه من المواهب الموجوده في الكره المصريه. جميل جدا. رمضان صبحي بقاله سنتين ما بيلعبش، سواء مع ستوك او مع هيدرزفيلد، ما فيش مباراه مباراتين ثلاثه اربعه خمس دقائق في 10 دقائق، لكن استفاد رمضان بدنيا بشكل كبير جدا جدا من تجربة الاحتراف في الدوري الإنجليزي. لكن رمضان محتاج وقت، الناس فاكرة أنه هو معاه العصا السحرية هيجي هيغير كل حاجة، هو نفسه رمضان محتاج وقت عشان يرجع رمضان صبحي اللي كلكم عارفينه. فرفقا برمضان صبحي نجم النادي الأهلي، لأنه أكيد مفيد للنادي الأهلي بشكل كبير جدا، فنيات عالية، مهارات عالية، لسه محتاجه، صغير في السن، يعني مش صغير بقى 19 زي ما بنقول زمان، لكن رمضان فعلا لسه صغير في السن، وان شاء الله رمضان مفيد جدا للنادي الاهلي والكره المصريه ومنتخبنا الوطني. وما ننساش هو واحد من اسباب الرئيسيه لصعود منتخبنا الوطني في كاس الامم الافريقيه في الموسم او في نسختها اللي فاتت. طيب مارتن لاسارتي المدير الفني ايضا للنادي الاهلي عمل محاضره فنيه قصيره للاعبين قبل بدايه التدريب الصباحي النهارده في ملعب التتش بالجزيره، وشرح ليهم المحاضره عدد من النقاط الفنيه اللي كان حابب يركز عليها ويوضحها لفريق النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي استعدادا لمواجهه شبيبه الثوره الجزائري يوم السبت اللي جاي في استاد برج العرب في ختام منافسات دوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا. ان شاء الله يكون يعني في نتيجه ايجابيه للنادي الاهلي البرتغالي.